هذا تشريع بالقتل، هذا إصدار أوامر من قبل أعلى هيئة أمنية وسياسية في إسرائيل بحق الأسرى الذين قرعوا جدار الخزان، حيث كان خضر عزنان أول من خاض الإضرابات الفردية داخل السجون الإسرائيلية ومثل نموذجا صلبا لكل الأسرى داخل هذه السجون، وبالتالي كان هناك قرارا مسبقا بإعدامه واغتياله وعدم التعاطي مع مطالبه، وهذا ما جرى. معنا الأوان للارتقاء إلى مستوى حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة هذه الجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني من خلال وضع آليات لها علاقة بمحاكمة الاحتلال فرض المقاطعة عليه ووقف هذه الجرائم من خلال ذلك ليس أكثر. كان من الواضح بأن هناك استهداف لقتله لإعطاء أكثر من رسالة، أولا استهداف المناضل الشيخ خضر عدنان الذي خاض إضرابات عديدة عن الطعام وانتصر فيها جميعا لكسر هذه الحالة من جانب، ومن جانب آخر هو إعطاء رسائل بأنه هذا هو مصير من يضرب عن الطعام. هذا الاستشهاد البطولي للشيخ خضر عدنان على مدى 86 يوما وهو يصارع الموت ويصارع الاحتلال بضميره بإرادته بعزيمته بأمعائه الخاوية، هذا كله عمليا ينبغي أن يشكل مفصلا في التعامل مع قضايانا والتعامل مع قضية الأسرى. استشهاده مثل نموذجا، هو كان يدري أنه إذا استمر في إضرابه عن الطعام وإذا امتنع عن أخذ المدعمات أن هناك حد لاستمرار حياته، ومع ذلك بقي مصرا لأنه يمثل نهج، هو يريد بهذا النهج أن يواجه كافة المؤامرات وكافة الخذلان سواء الشعبي أو الرسمي. يا خضر يا بطل اسمودك هز المعتقل، يا خضر يا شهيد.